أعلنت هيئة الأنواء الجوية حالتها الطقس في مناطق البلاد كافة خلال اليومين المقبلين، متوقعة تصاعد الغبار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل. وذكرت الهيئة في تقرير لها أن طقس الأحد المقبل سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن وارتفاع في درجات الحرارة. وفيما يخص يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، أوضحت الهيئة أن الطقس سيكون صحوا وحارا مع تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية.